وضمن ذات الأجواء والمنافسة ومن أزقة الأحياء وقاعاتها إلى أروقة الجامعات، فقد أقامت شعبة البحث الاجتماعي في الأقسام الداخلية لجامعة تكريت بطولة بلعبة المحابس للطلبة المقيمين فيها لخلق أجواء ومنافسات ترفيهية إلى جانب تعزيز روابط الأخوة والمحبة بين الطلبة الوافدين للجامعة وأقسامها من عموم محافظات العراق. برعاية السيد رئيس جامعة تكريت وبإشراف مباشر من قبل الأستاذ محمد عمر، تقريب شعبة البحث الاجتماعي بطولة المحابس في قسم شؤون الأقسام الداخلية، وهذه البطولة هي بطولة ترفيهية لطلابنا الأعزاء. الهدف من هذه الدورة هي تقييم حسب الخطة سنويا، وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان هي ترفيهية للطلاب والطالبات أيضا، فنسعى إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات لطلابنا الأعزاء. هذا أقل شيء ممكن إذا نقدمه لهم. الآن نحن في مضمار دورة المحابس في بداية شهر رمضان المبارك، وذلك للترفيه عن الطلبة وتغيير الجو في المناخ الذي تعيشه الطلبة حاليا، لأجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للطلبة وتقديم النصائح الإرشادية في هذا الشهر المبارك. احنا كطلبة الأقسام الداخلية في جامعة تكريت نشكر شعبة البحث الاجتماعي بالتعاون وبالأمر من رئاسة جامعة تكريت لإقامة هذه البطولة. هي بطولة المحابس، هي عبارة عن تحفيزية لطلبة الأقسام الداخلية لتخفيفها من الضغوطات النفسية في الأقسام الداخلية، وهي تشجيع ولها دور إيجابي لدى الأقسام الداخلية من ناحية التحفيز أو من ناحية التعاون كطلبة. وشعبة البحث الاجتماعي على طول ولا زالت هي متابعة شؤون الطلبة، لها دور إيجابي دائما بالتعاون مع الأقسام الداخلية. وطلبة الأقسام الداخلية هي بسبب الضغوطات النفسية وكثرة الطلبة، هذه البطولة هي تحفيز لهم وتخفيف عن العبء وتخفيف من الضغوطات النفسية لهم. يعني احنا كطلبة جامعة تكريت نحب نشكر الأستاذ الدكتور رئيس جامعة تكريت وعد رؤوف الجبوري على هذه الالتفاتة الجميلة بتنظيم لعبة المحابس بين طلبة الأقسام الداخلية، لما لهذه يعني البطولة من ألفة ومحبة بين الطلبة، وكذلك يعني للخروج من جو الدراسة. طبعا اليوم حضرنا بطولة المحابس في الأقسام الداخلية المجمع النموذجي. طبعا اليوم هي تعتبر مبادرة حلوة من رئاسة الجامعة ودائرة البحث الاجتماعي، هي مبادرة حلوة متنفس للطلاب وإلغامهم على الامتحانات وإعطاهم جو جميل جدا بالامتحانات، وبطولة حلوة، مبادرة حلوة من دائرة البحث الاجتماعي، ونشكرهم ونشكر رئاسة جامعة تكريت. واحنا كطلبة هاي الأجواء تخدمنا بأجواء رمضان، هي أجواء محابس ومبادرات حلوة من عندهم، نشكرهم جزيل الشكر. وطبعا مثل ما تفضلت أنت نقرأ لك شعر شوية إذا تريد. يقول: غاليتي والله حدر قلبي خواتمها، خلت لي تذكار ساعتها وخواتمها، العشرة الطويلة مع الأسف ساءت خواتمها، ضيجت خلقي ولا لمن الرفايج سعى، شقد تواعدنا أشو ما حد تهيأ ساعة، الله يغرب الكل بل مفارق سعى، هي شعلي هالبل من أمها وخواتمها.